الهدف الثالث الذي اليوم أتكلم عنه هو هدف وجداني أكثر ما هو هدف يعني عملي، بمعنى هو عمل قلبي. كيف؟ متعلق بما مضى لكن مع تصحيح نية، القرب من الله سبحانه وتعالى، أن يجعل هدفه القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا أولا علينا أن نستشعر لماذا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الكيفية هي متعلقة بما مضى بعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن أريد أن نزرع في القلب هذا الهدف، أريد أن أتقرب إلى الله. كيف نزرع الهدف أولا ثم يأتي العمل؟ العمل واضح، كيفية القرب شيئين، العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو. لكن كيف نزرع في قلوبنا هذا الحب للقرب من الله سبحانه وتعالى؟ رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، هو عبارة عن هدية من الله سبحانه وتعالى. هذه الهدية لو أننا تأملناها حقيقة لوجدنا أن فيها كل الخير لنا من الله سبحانه وتعالى. في كل عام يأتي هذا الشهر ليطهرنا، يطهرنا يطهرنا يطهرنا. طول العام نخطئ، نرتكب ذنوب، نقصر في العبادات، نقع في المعاصي إن كانت صغائر أو كبائر، نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا إخواننا المسلمين، آمين. فنحتاج إلى تصفية كل سنة، وخاصة أننا هناك تصفية أو هناك مراحل وأوقات للتصفية موجودة في كل العام، في كل السنة، في كل يوم، لكن نحن مقصرين. فمع ذلك ربنا يجدد لنا أشياء وأماكن وأوقات مخصوصة ليصفينا ويطهرنا من الذنوب. فشهر رمضان هدية من الله سبحانه وتعالى. طيب الآن ما المسألة التي تحصل؟ أننا للأسف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره العلماء تشبيها، كما يتعامل الطفل مع أبيه. كيف هذا؟ كيف يتعامل الطفل مع أبيه؟ قالوا عندما يأتي الأب إلى البيت ومعه هدية لابنه، فبمجرد أن يأتي الأب إلى البيت ومعه الهدية الطفل يفرح، لكن ما إن يأخذ الهدية حتى ينسى أباه، خلاص صار في ماذا؟ في الهدية. إيه أهلين بابا، خلاص جزاك الله خير، جزاك الله خير، ما ينظر إلى أبيه، لا ينظر إلى أبيه، حتى ينظر إلى ماذا؟ إلى الهدية، إلى الهدية، وينسى أباه، نظر إلى العطية ونسي المعطي. وهذا للأسف حال كثير من الناس، أو أكثر الناس، أننا نلتفت إلى الخيرات وإلى البركات وإلى وإلى وإلى، وننسى المعطي، ننسى المنعم. قال العلماء هذا باب من أبواب الشرك، الشرك الخفي، أشركت. أنت ما التفت إلى المنعم، التفت إلى الهدية. سأبين لك مثال واضح جدا يمثل لنا هذا الكلام. من سيدة الأولياء؟ السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها ورحمها الله تعالى، حينما جاء أناس يسألونها عن مدى قربها من الله سبحانه وتعالى، كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، فسألتهم أنتم لما تعبدون الله؟ فقالوا نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، نريد الجنة، نريد أن ندخلها، نريد أن يكون لنا مقامات في الجنة، نريد النساء فيها، نريد 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 الأراضي والقصور وال 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 وال. هذا ليس فيه شيء وليس فيه عيب، لكن قالت لهم أنتم عبادتكم عبادة التجار، تعبدون لأجل الربح. سألت أخر قوما أخر لماذا تعبدون الله؟ قالوا نحن نخاف الله، نخاف عقوبته، نخاف عذابه، نخاف جهنم، نخاف نخاف العذاب القبر، نخاف 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 نخاف. فقال وهذا أيضا ليس فيه شيء، بل مطلوب، لأن هذا مطلوب وهذا مطلوب، لكن ماذا قالت لهم؟
قالت لهم أنتم عبادتكم عبادة العبيد الأرقاء، يعني أنه يعمل يخاف من سيده أن يعاقبه، أما أنا فما عبدته طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، مع أنها هي تخاف النار وأيضا تريد الجنة، لكن ليس هذا مقصدها الأول، وإنما عبدته لأنه إله يستحق العبادة.